للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفي والفلسطيني السيد حسام عز الدين. أهلا بك سيد حسام. بداية أنطق باسم جيش الاحتلال، أكد أن عملية أمنية في مدينة جنين، العملية الأمنية لم تنتهي بعد، لماذا أخذت العملية هذا الحجم الكبير الذي أحدثه الاشتباك المسلح؟ نعم، في البداية هو قد يكون العملية التي قامت بها قوات الاحتلال في تلك المنطقة تعود إلى مقتل حاخام يهودي قبل أيام في منطقة شمال الضفة الغربية، والاحتلال الإسرائيلي من ذلك الحين وهو يعني رفع من وتيرة عمله العسكري في تلك المنطقة. نعم. وحسب ادعائهم بأن هذه الخلية التي استهدفت من قبل وحدة احتلال إسرائيلي خاصة هي المسؤولة عن مقتل هذا الحاخام، وبالتالي قد تكون لذلك لهذه الأسباب تقوم بهذه العملية في هدف ملاحقة هذه الخلية حتى تعبيرهم. طيب، كيف وصلت قوات الاحتلال إلى مناطق وهي تعلم أن بها مقاومين، يعني من ناحية المنطق؟ نعم، قد يكون المشاهد أو المتتبع العربي لا يعرف طبيعة ما يدور في الأراضي الفلسطينية. مناطق طبعا الجميع يدرك تماما التقسيمات الجغرافية للضفة الغربية بين ألف وباء وجيم. ألف هي المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، ولكن اتفاقيات أوسلو أعطت كيان الاحتلال صلاحيات الدخول إلى هذه المناطق تحت ما يسمى المناطق الساخنة. يوميا هناك اقتحام لهذه المناطق من قبل قوات الاحتلال تحت هذا البند أن هناك عمليات عسكرية ولا يفصحون عما يقومون به. طبعا نأخذ بالاعتبار أيضا القدرات الأمنية في تجميع معلومات وملاحقة المقاومين. في السؤال الأخير لحضرتك سيد حسام، كيف ترى التداعيات الأمنية والسياسية لهذه العملية؟ بتقدير أنا يعني تاريخيا منطقة الشمال أخي، منطقة شمال الضفة الغربية كان لها تاريخ في العمل المسلح، المقاومة المسلحة، وإضافة إلى ما جمود العملية السياسية، ضبابية الوضع الفلسطيني الداخلي، القرار أو لنقل الموقف الأمريكي الأخير من قضية القدس، كل ذلك تقديرات بأن الأمور مرشحة لارتفاع وتيرة العمل المسلح، لارتفاع لنقل وتيرة العمل يعني المقاومة الفلسطينية المسلحة بشكل عام. وهذا خاصة لأن الوضع الفلسطيني مثل ما قلت لك في هذه الفترة يعيش طلبية، لا وجود أفق لأي عملية سياسية، إضافة لأن هناك يعني موقف فلسطيني واضح بقطع العلاقات مع الكيان الاحتلال وأيضا قطع العلاقات مع الكيان الأمريكي. سيد حسام عز الدين الصحفي الفلسطيني كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.